إذا عرفنا ذلك فلنعلم أن الناس في الفقه ليسوا سواء، فإنهم درجات وطبقات ومنازل مختلفة، فمنهم من نال درجة قليلة، ومنهم من توسط، ومنهم من ارتفع فوق ذلك كثيرا. وما زال أهل العلم يعرفون ذلك، فيعدون للفقهاء طبقات: طبقة المجتهد المطلق، ثم تليها طبقة المجتهد المقيد، ثم طبقة المجتهد في المذهب، ثم أصحاب الوجوه وأصحاب التخاريج، ومن يحق له الفتوى ومن لا يحق له الفتوى وإنما نقلها، ومن لا يحق له لا الفتوى ولا نقل الفتوى ويسمى فقيها. ولذلك فإن الشافعي رحمه الله تعالى، وهو من أجل الفقهاء حكمة وعقلا ووفرة في التأليف، قال: إن هذا الفقه كالتفاح الشام. يذكرون أن الشام فيها تفاح لم أره، هو دان من الناس، يعني شجره قريب، فالتفاح الشامي قريب، يقول: هو كالتفاح الشامي سهل تناوله، كل يستطيع أن يقطف هذه التفاحة ويأكلها فيكون فقيها. لكن ليس الفقهاء سواء، فمهما بذلت من جهد في فترة قصيرة لن تصل لمرتبة الشافعي. لا، لا أقول الشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة، بل ولا أقول طبقة القاضي أبي يعلى وتلامذتي، بل دون وهكذا. إذن فالناس ليسوا درجة واحدة. وإن تعجب فتعجب من أقوام يقول: نحن رجال وهم رجال، أولئك الفقهاء، ثم يجعل الرأس ندا للرأس، ويجعل قوله معارضا لقولهم، فيحكم تصحيحا وتضعيفا وردا وإفحاما لمن؟ للشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد ومن في منزلتهم أو دونهم في الطبقات، ويقول: نحن رجال وهم رجال. فيقال له: إن قيل كما قال بعض الشعار: نعم هم رجال، ولكن نشك في كونكم رجال. الفقه ليس سواء، الفقهاء درجات. ولذلك كلما تعلم المرء لا بد أن يزداد. كان بعض طلبة العلم صغارهم يقول: من حفظ الزاد أفتى العباد. نعم، هو نال درجة دنيا في الفقه، لكنه لم ينال درجة عالية فيه، ولذلك أدبه شيخه فيما نقل لما قال هذه الكلمة، قال: إن مجرد حفظ المتون لا يبيح للشخص أن يكون مفتياً.